هذه بر أولا دقيقة الصمت ترحما على ضحايا الحرائق سواء من أفراد الجيش الشعبي الوطني أو من المواطنين. دقيقة الصمت. رب الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. اليوم راحين نصبوا المكتب البلدي لبلدية مستغلم من طرف الجمعية الوطنية الجزائرية للمواطنة من أجل التنمية الإنسانية، والتركيبة هذه وكان تشاور مع أعضاء المكتب الولائي، تركيبة ما شاء الله. بعد أنا كنت في الاتصال معهم، هذو الناس قبل كانوا يعملوا عمل تطوعي ويقوموا بأعمال خيرية وجبارة، اتصلت بهم كنت في الاتصال وتحكت معهم تفاهمت معهم، قلت لهم نعرض عليكم تنضموا معنا للجمعية وتحكموا لنا المكتب البلدي وتولوا تخدموا بجانب قانوني، كانوا يخدموا بشي غير هاك، هي قالوا لي مقبول. بأسبوع تفاهمنا حطوا الوثائق كل شيء، اليوم إن شاء الله راح يكون مزود للجمعية للبلدية مستغلم وراح يستفادوا بلد سكان بلدية مستغلم. لما نمشي من بلدية مستغلم راح يشوفوا هادو الناس عندهم مشاريع عندهم مشروع عندهم ديجا اليوم يخلعوا منا بالمشروع تاع المحفظة المدرسة 300 محفظة راحين وعندنا 200 المعدني اللي راحين نوزعوه على المستشفيات من الغدوة إن شاء الله العملية هذه تبدأ. هذا يبين وراه عندنا راه عندنا ثاني كذلك أدوية أدوية راحين راهم في المنشور بالصبحة اللي يخصو دواء مريض ولا يدخل للصبحة يشوف الدواء اللي يخصه تما راه كاين ديسبونيل نوجهوه عند حمزة بوتيك يدي الدواء تاعو مجانا. حنا نقوموا عمل إنساني خيري منفعة العامة لصالح البلاد والعباد والجزائر. راه اللي طاري بي بطيبة القلب تاعو بالإخلاص تاعو بالمحبة تاعو بالبشاشة تاعو راه يدور به واحد الناس الله يبارك ما شاء الله اللي ما عندهم اوكان انتيري ناس سكرابيل اللي صار في الويست اللي ما عندوش ان انتيري بارتيكولي ولا راه باغي يدير في السلفيات في السلفيات هما نفس بارك الله فيكم. السلام عليكم. هذه الجمعية ماهيش فقط جمعية محلية وإنما جمعية وطنية، يعني تنشط على المستوى الوطني. الدور نتاعها هو أنها تنشط في جميع المجالات كما كان أخي منير كان يقدم في الإطوار، كل واحد واش حاكم فرع، اللي حاكم فرع في الرياضة، اللي حاكم فرع في النشاط الاجتماعي، اللي حاكم فرع في النشاط التضامني، اللي كاين الأخوات اللي حاكمين فروع في النشاط النسوي. كل هؤلاء حقهم، إنهم أبناء الجزائر. وعندما ذكرنا هؤلاء أول شيء يلفت الانتباه هو أن المجتمع المدني كان حاضر من خلال وقفاته التضامنية التي أعجبت الأحباء كما أنها أذهلت وبيّنت الحقد عند الأعداء. ونحن دائما نقول واليوم نقول وسنقر وسنبقى نقول دوما أننا للجزائر أوفياء، لآخر نفس من حياتنا سنبقى حافظين على رسالة الشهداء وتبقى الجزائر مصانة. فاليوم نحن لا نقول أن المكتب البلدي لبلدية مستغانم، لأن الأعضاء بعد استشارة المكتب الولائي للجمعية الوطنية الجزائرية للمواطنة من أجل التنمية الإنسانية فإن المكتب الولائي قد تشرف، هو من تشرف بهؤلاء أعضاء المكتب البلدي الذين هم كفاءات
وكما رأيتم من خلال تقديم الآخ أننا عندنا كوكتيل من الإطارات، سواء فنانين في القانون في الرياضة، وهذا ما يعطي لهذه الجمعية صبغة أخرى واندفاعا آخر، بحيث أن اختلاف الآراء والرؤى يؤدي بنا دائما إلى النجاح. فطريقنا واحد وهدفنا واحد، وهو بناء وخدمة هذا الوطن العزيز. باسم البلدي نشكر المكتب الولائي اللي داروا فينا الثقة، لأن هذا المهام حقا نحن كنا نعمل بدون قانون، كنا نعمل من رصاننا بدون الخير والسلام، ولكن اتصل بنا الآن جزاه الله خير رئيس الولائي وفهمنا على من مشوش سواء بروتوكول قانون، وإحنا إن شاء الله سنلتزم بالقانون الداخلي والقانون الأساسي، لأن عندي خبرة في الجمعيات، عندي جمعيات كنت ملصق ولائي في المنطقة فيها على مستوى المعسكر، إن شاء الله بعضي نعاود للميدان إن شاء الله، إن شاء الله حنايا أولا من هذا اليوم المبادرة الأولى تاعنا إن شاء الله بإذن الله هي مبادرة رانا على الديمقراطية، رانا محضرين نفوسنا باه نوجدوا لوازم لدخول المطاسيب للفقراء وليتدور في المطاسيب.